بعام 2014 مشاهدينا تعرفنا على طراز جديد من مازدا، مازدا 3 الجديدة فعلا عملت ضجة كبيرة، وخاصة انه كان اطلاقها من اوتوفوكس. ما هيك توني؟ مظبوط. هاي اول شيء فعلا سيارة كثير حلوة، شفنا منها الهاتشباك، شفنا منها السيدان. مظبوط. اليوم معنا السيدان طراز كمان رائع جدا بمحركين مختلفين، كمان اوبشنز كثير مهمين بهالسيارة، مع انه المازدا 3 السابقه كمان كان لها رهجتها وكان لها دوره بالسوق، بس فعلا هالمازدا 3 الجديده كمان بتصور اخذت حقها بعام 2014 ومستمره بهالنجاح، ورح تستمر اكيد بال 2015. مزبوط جورج، المازدا 3 هي نسبيا من اهم الطرازات بالمازدا، لانه هي عم بتشكل نسبيا اكثر من 30% من مبيعات المازدا عالميا. لحجمها او السيجمنت تبعها، هو السيجمنت اللي فيه المازدا 3 المطلوب اكثر شيء نسبيا بالسوق، غير انه الحجم صغير، في هذا السيجمنت كثير مطلوب عليه طلب بالسوق، مشان هيك هلا اكيد بعد في الاصغر المازدا 2 اكيد يعني، بس أكيد. هذا الميد سايز يعني هو اكثر شيء بتحس نسبيا ايه فيك تعتبر هيك، بس لانه هذا السايز المطلوب، مش بس نحن عم نتكل انه هيدا الحجم مطلوب، بدنا يكون في ديزاين يكون سبورتي ديزاين لحتى العالم اكثر واكثر ترغب انه تسوق سياره. بتعرف انت شغلي الوحيده بالسيارات لازم تشدك السياره اللي يكون فيها ديزاين حلو، تكون من جوا قعدتها حلوه، الامبيانس اللي بقلبها حلو، هيدي المازدا هي. ومش بس هيك، اللي عم يطلع بقلبها في شغله كثير مهمه على المازدا عم يشددوا عليها، انه بس يطلع شخص على قلب السياره بدهم يوصلوا لها، اكيد وصلوا لها، يغير المود تبعه هو عم يسوقها، يعني تصير تستلز انه انت عم تنزل سوقها وتغير المود لبوزيتيف مود، هيدي نعم. كثير مهمه انه نحن نقدر نوصل لها، وشغله بتريح، بتصير تقدر تسوق مرتاح اكثر، وبتصير تقدر تحس حالك انت من خلال السوشيال ميديا اللي بقلبها، الكونكشن اللي بقلبها هي السكرين، فيك تتواصل مع السوشيال ميديا، تفتح فيسبوك وواتساب بس اكيد مش نحن وعم نسوق، اكيد مش نحن وعم نسوق اكيد نحن على جنب، نحن بالباركينج، اكيد فينا نعمل كل الابلكيشنز وفيها واي فاي السياره، وعم تشوف نستعرض سوا شكل الامامي الحلو كثير الرياضي مع الفوغ لايتس، مع هي تجي دبل اكزانن اكيد السياره هالفي شيب، فعلا نقاط كثير عاليه بتاخذ على الشكل الخارجي قبل ما نفوت على الداخل اكيد توني، والاوبشنز دكتاري اللي فيها. مظبوط، يعني اذا ملاحظ جورج دائما المازدا بتشدد على هالضوء اللي هو شوي بتحسه شايني، يعني فيه نت كلير كثير، بتحس انه فيه ضوء، يعني بيعطيك ضوء اكثر من غيره، فيها الديزاين المسلز اللي عم تكون لتكون مزبوط عم تعطي لوك سبورت، واهم شيء لما تقعد بقلبها عاملين الكابين بقلبها انه يكون مزبوط فيت، يعني مين ما قعد بالمقعد هيدا بتضبك عم بتضب مزبوط البادي تبع الباسنجر والدرايفر لحتى يحس حاله انه هو هيدي السياره لإله، وهون ببلش الدور انه ينبسط بسواقتها وبلش يحس حاله انه هالسياره مزبوط البارتنر تبعه اللي راح يسوقها كل النهار ويكون مبسوط. اكيد بعرف هذا الشيفت مع الاوبشنز الكتار اللي سبق حكينا عنهم بحلقات سابقه، كله موجود ليسهل من عملية قيادة السيارة وراحة السائق، أهم شيء بالمشاوير البعيدة، تعرف بلبنان حلو واحد يطلع مشوار يزور الضياع والجبل، والسيارة بالمحركين مع سكاي أكتف تكنولوجي الموجودة فيها بتصور قادرة تلبي رغبات كل شخص بده يعمل هالرحلة هيدي، حتى لو كان في سيارة أربع أشخاص أو خمس أشخاص تطلع بكل سهولة مرتاحة. هي أهم شيء نحن دائما نحن بنتمنى وبنشجع، وهي المازدا عم توصل هالمسج إنه هي سيارة سيف، بتحس بالسيفتي أنت عم تسوقها، لأنه ثبات على الطريق، فيها سرعة بتلبي، يعني أهم شيء وين السيفتي، مش بس إنه السيارة لا سمح الله بالأكسيدان حمته للشخص، بس كمان هي يكون فيها performance response أكيد. يعني بس تدعس دعس البنزين يكون في سيارة عم تلبيك لتقدر صح. تتخطى أوقات مشكلة موجودة قدامك، هذه هي المازدا 3. شكرا توني على كل هالمعلومات الحلوة عن المازدا 3، كمان بدنا نشوف هلا ريبورت أو فيديو خاص عن الاي ام بي موبايل ابلكيشن وويلرز دوت مي لتشوفوا سيارات المازدا وغيرها كمان الدراجات النارية. إلى اللقاء. بي is proud to present Lebanon's first mobile app in the automotive field. Your personalized app is friendly, effective, it is smart. Wherever you are, you can find one of our showrooms across the country. Locate it on the map and find our opening hours. In the showroom module, you can find all our vehicles. In one click, you can choose your favorite car and see which color fits you more and choose its specs. You can have a 360 view of the car and even discover its interior. You can also customize your car with any desired accessories, find out its price, and request a test drive. In case of a car incident, you can select the region,
choose your insurance, and share your location with them. A towing will be ready. Our maintenance is known to be a 5-star service. You'll be able to check out in simple steps your regular, mechanical, electrical maintenance. In the body repair section, take a picture of the damaged side of the car, your ID, and your driving license, and choose the date and time that suits you. Back on the menu, you'll also find Mechanic, where you can enter your car details and find out when your mechanic is due. If you need to rent a car, you can choose one of any available models at A&B Rental Car. Book it, and here it is, ready to be driven. There are other services available. Pick and choose which coupons you want. Follow A&B Daily News. Check your detailed profile on My Account. The Automobile application is available on the Apple Store and on the Android's Google Play. فوت على wheelers.me بطريقة سهلة، نقي سيارة أو موتو أحلامك، قارن مواصفاتها أو سعرها بغيرها. ويلرز بيساعدك على حجزها وتأمينها بأحسن سعر والحصول على قرض البنك بأوطى فايدة. ما لك إلا wheelers.me.